بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 24 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا نشرح أركان الكفر. فقال الناظم: ورغبة رهبة أركانه، ويليها شهوة غضب في كل ما حضلا. وذكرنا الرغبة في الدرس الماضي، وذكرنا بأن الرغبة حذر الله تعالى منها، وهي الركون لهذه الحياة الدنيا، وأن تكون الدنيا في قلب المؤمن. وذكرنا الآيات الكثيرة التي تدل على التنفير من حبها ومن التعلق بها. وها نحن اليوم أيضا نواصل في هذا الدرس، فنذكر عن الرغبة ونذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حذرت أيضا كثرة التمسك بها والركون إليها. ويتعرض القلب للأمراض، وأدنى هذه الأمراض مرض الرغبة باللذة المحرمة، فهو يرغب باللذة المحرمة أن يتوصل إلى الفاحشة، وأخبث هذه الأمراض وأشدها ما يجره إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله. ففي الإشارة إلى مرض الرغبة باللذة المحرمة التي تكون بالفاحشة وقصد الفاحشة، حذر الله تعالى أيضا النساء بشكل عام أن يركن إلى أولئك الذين يطلبون الشهوات منهن، بل حذر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يخضعن بالقول فيطمع أولئك الذين في قلوبهم مرض من هذه الأمراض الرغبة بالتمسك بالشهوات والوقوع في الشهوات. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي من هذا الأمر إلا وأنه قد يتعرض بعض الناس عندما يتنازل الإنسان عن القيم إلى أن يطمع قلبه الذي فيه كثير من الوساوس والأمراض. ولذلك إذا كان هذا التحذير قد حذر الله تعالى منه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من باب أولى تحذر منه النساء اللاتي هن دون قدر نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما في الأحاديث التي تحذر من هذه الدنيا، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات: ثلاث يتبع الميت، ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وما هذا إلا للتنفير أو للحظ على بذل الدنيا والتصدق بها، فإن مما يبقى للإنسان بعد وفاته ذلك العمل الذي قدمه من الصالحات. وكذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع، أي لا ترجع بشيء. فعلى كل حال الأحاديث في هذا كثيرة، و الناظم ذكر بعد ذلك الشهوة، فذكر الرغبة
وذكر الرهبة، عفوا ذكر الرهبة بعد الرغبة. والرهبة على كل حال هي أيضا أن يخاف الإنسان من البشر، من المخلوق، وأن يعظم البشر قبل أن يعظم الله سبحانه وتعالى، أو أن يخاف عندما يصيبه الله تعالى بشيء من المصائب فيقنط ويجزع ولا يرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ويقول سبحانه وتعالى للمؤمنين: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأيضا بيّن الله سبحانه وتعالى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرهبوه وحده، وأن لا يخشوا الناس، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا هذا هو أداء الرهبة، وهي الخوف من البشر. والخوف لا شك أن الإنسان يخاف، لكن أن يصل به الخوف أن يعظم الناس وأن يقدرهم أكثر من الله سبحانه وتعالى الذي يجب عليه أن يخافه وحده كل الخوف، فهنا هي مكمن المشكلة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الخوف منه وحده دليل الإيمان، ويفضي في النهاية إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فقال: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه وتعالى والذين هم مادحا عباده المؤمنين، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا هذا هو الخلق الرهبة، وهو إما أن يكون الإنسان راهبا من عباد الله تعالى، خائفا منهم، خاشيا أن يموت في سبيل الله تعالى، لأنه يظن أنه لو جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لأزهقت روحه، بينما لو قدمها فإنه يقدمها لله سبحانه وتعالى إذ ربح البيع. الله تعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو المقابل، الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإذا هذا هو الخوف. وفي النهاية كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والدنيا كما قلنا قصيرة متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا على الإنسان أن يربي قلبه بالرهبة من الله سبحانه وتعالى، فإذا رهب الله تعالى أرهب الله تعالى له عباده وقذف الرعب في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. فإذا هذا هو، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.